مساء الخير لكل مشاهدينا من الشمل، حلقة جديدة رح تكون معي أنا آسيا وزميلي أيهم. مساء الخير للجميع، حلقة جديدة، شو أبرز مواضيعها؟ الصحفيون السوريون في ظل النزوح، ما واقعهم؟ أكثر من نصف مليون نازح في الشمال منذ بداية كانون الأول الماضي. هل يحق لطلاب جامعة إدلب التقدم لمنح في الجامعات التركية؟ كشفت منظمة الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من نصف مليون شخص في مناطق شمال غرب سوريا منذ بداية شهر كانون الأول الماضي وحتى اليوم، نتيجة للحملة العسكرية التي يشنها نظام الأسد وروسيا ضد المدنيين. في مؤتمر صحفي عقد في جنيف الثلاثاء، أجمعت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة على خطورة الأوضاع في هذه المناطق وتحديدا في إدلب وريفها مع تصاعد القصف والمعارك ونزوح مزيد من المدنيين. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي أكد ينز لاركي المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حجم الأزمة في إدلب كبير والمساعدات غير كافية، إذ إن آلاف النازحين بحاجة ماسة إلى المأوى والغذاء والماء والصرف الصحي والمساعدة الصحية والتثقيف في حالة الطوارئ والحماية. هذا وقدرت منظمة الأمم المتحدة نزوح 3 ملايين شخص إلى المنطقة الحدودية الشمالية الغربية في إدلب، كثيرون منهم نزحوا من مختلف المناطق السورية خلال السنوات التسعة الماضية. يعاني هؤلاء النازحون من أوضاع صعبة للغاية، على رأسها عدم توفر مأوى، ما يضطر بعضهم أو بعضهم للمبيت في سياراتهم في ظل غياب المساعدات الإنسانية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. هنا في هذه السيارة المزودة بإطار من القماش يبيت النازح السوري خضر حمادي مع زوجته وطفليه الرضيعين، حيث لم يجدوا خيمة تأويهم في منطقة موحلة بأحد مخيمات عزاز شمال غرب سوريا. تحولت سيارة خضر، وهي سيارة صغيرة من نوع فان، إلى خيمة بعد أن استخدمها للفرار مع عائلته من قصف نظام الأسد على إدلب قبل 3 سنوات. نحن ما عندنا خيمه يوتينا، ومن سوينا الاليه هاي خيمه لينا، ناكل ونشرب ونتحمم يوتينا، وكل شيء هنا وننام يوتينا، ومعونات دعت تجي قليله، ما دعت تجينا معونات ولاش. مع تجدد الحملة العسكرية للنظام الروسي على إدلب خلال الأشهر الماضية، انضم أقارب خضر الذين نزحوا هرباً من القصف له ولأسرته، ليزيد عدد القاطنين في السيارة بسبب عدم حصولهم على خيمة. هاي نعيش بيها وناكل بيها، وماتش يصير شغل نشتغل بيها، ونعيشين بيها وننام بيها، ونتحرك من منطقة لمنطقة بيها مثل منزل متحرك. هاي عبارة، ومن البرد والمطر ونوبات المطر يفوت جوا علينا، وبرد بيها كثير كأنها قاعدين بتشول ما تدفي خالص. السيارة التي جعلها خضر مثل بيت متنقل بقيت صالحة للسير، ما يجعله على أهبة الاستعداد في أي لحظة للفرار بعائلته من تجدد القصف. بينما تناضل الأسر السورية الهاربة من الموت للبحث عن ملجأ أثناء تحركها باتجاه عزاز،
والتي تبعد نحو 6 كيلومترات عن الحدود التركية. ينضم إلى حمادي وأسرتي عشرات الأشخاص الآخرين في موجة نزوح من إدلب، وصفتها منظمات محلية ودولية بأنها الأكبر منذ بدء القصف. هذا وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت 33 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب. وبحسب وكالة الأناضول فإن المساعدات دخلت سوريا من معبر جيلا وجوزو في ولاية هاتاي جنوب تركيا، ومن المنتظر أن يتم توزيعها على النازحين في إدلب وريفها خلال الأيام القادمة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الناشط الإعلامي في إدلب فايز دغيم. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور يا علي. فايز، بالحديث عن المساعدات التي أرسلتها الأمم المتحدة للنازحين إلى إدلب، أولا هل تغطي هذه المساعدات احتياجات النازحين؟ بشكل عام أيهم، يعني كمية المساعدات اللي عم تدخل على إدلب هي أعداد كبيرة كثير، بس المشكلة إنه كمية النزوح وأعداد النازحين ومأساة النزوح كثير كبيرة. يعني قد ما دخلت مساعدات، هاي المساعدات ما عم تكفي هاي الأعداد الكبيرة من النازحين في إدلب وأمريكا. يعني في رقم محدد تقريبا لاحتياجات النازحين؟ احتياجات النازحين فوق الوصف. يعني هلق راح اذكر لك احصائي نشر معبر باب الهوى، هو باحد المنافذ الخمسه يلي بتدخل مساعدات انسانيه من تركيا الى سوريا. هذا عبر احد المنافذ فقط دخل بالشهر الماضي شهر يناير من عام 2020 139,000 طن و561 طن من المساعدات الاغاثيه دخلت عبر منفذ حدودي واحد، ورغم هيك هاي المساعدات ما بتكفي. دخلت هاي المساعدات عبر منفذ باب الهوى الحدودي ب 1971 شاحنة. يعني هلق حضرتك ذكرت رقم انه الامم المتحدة ارسلت 30 او 33 شاحنة، هذا الرقم ولا شيء، يعني على مستوى شهر واحد. طيب فايز، متى سيتم توزيعها هذه المساعدات؟ هلق المساعدات بشكل عام الى آلية توزيع في شمال الغرب سوريا. المساعدات القادمة من الامم المتحدة WFP هي بتتوزع عبر 6 شركاء من المنظمات المحليه بشمال غرب سوريا. هاي المنظمات بشكل دوري يعني في كل شهر على توزيع هاي المساعدات. في عنا على سبيل المثال يعني هاي الامم المتحده بتوزع 100,000 سله شهريا عبر هاي الشركاء المحليه بشكل دائم. غير موضوع المساعدات الدوريه اللي بتجي بشكل دائم، في عنا مواضيع الاستجابه الطارئه. مثلا حاليا صار في موجه نزوح، في منظمات بترفع مشاريع استجابه طارئه للنازحين يلي عم يتهجروا من مناطقهم، كمان بيتم توزيع نوع جديد من المساعدات. بالاضافه للمساعدات اللوجستيه اللي بتضم الافران وبتضم المخيمات والامور التشغيليه. فايز، ذكرت قبل قليل ان هذه المساعدات لا تكفي حاليا النازحين، هل هناك مساعدات اضافيه ممكن توصل من الامم المتحده او من منظمات اخرى؟ ايهم، بشكل عام الامم المتحده الارقام اللي عم تقدمها والمساعدات اللي عم تقدمها عبر هؤلاء الشركاء المحليين من المنظمات يلي هي الامم المتحده، الى 6 شركاء من بيناتهم نسائم الخير، بيناتهم تكافل الشام الخيري، الميرسي، الاي واي دي. هاي الشركاء عم بتنفذ مشاريع الامم المتحده، بس نحن عندنا قسم ثاني من المساعدات اللي هي بتجي عبر الهيئات الاوروبيه الخيريه. هاي لا تدرج ضمن المساعدات الرسميه التي تقدم، لانه هاي بتجي منح، يعني ما في ارقام ثابته بتدخل كل شهر. مثلا جمعيات خيريه في اوروبا او في غيرها من مناطق العالم، مثل في عندنا اندونيسيا ايضا بتقدم مساعدات، لكن ما فيك تعتبرها ارقام ثابته لانه هي اساسا اعمال خيريه، يعني بتعتمد على كميه التبرعات اللي بتتم جمعها. المشكله انه نحن هون بالشمال السوري عندنا يعني اعداد كبيره من الناس. يعني امبارح فريق منسقو الاستجابه العامل في شمال غرب سوريا يلي بيختص بتوثيق اعداد النازحين وثق من تاريخ 17 ايلول سبتمبر تاريخ توقيع اتفاق سوتشي حتى تاريخ الامس 4 شباط فبراير 2020، من 17 ايلول 2018 حتى 4 شباط 2020 وثق نزوح 1,785,000 نازح عبر 5
موجات من النزوح والتهجير القسري، كل موجه حملت رقم. بالموجه اللي كانت تشرين الاول من عام 2018 نزح 37 ألف مدني، هذول نزحوا من ريف إدلب الجنوب الشرقي من منطقة جرجناز والتح ومن منطقة خان شيخون. تشرين الأول أيضا بنفس العام 2000 بكانون الأول من عام 2019 نزح 41 ألف شخص أيضا من ريف. طيب فايز بشكل عام، يعني كيف هي أوضاع النازحين اليوم مع يعني استمرار موجات النزوح من أدلب؟ بشكل عام باختصار أوضاع النازحين كارثية للغاية. نحن موجات النزوح بتضم كافة شرائح المجتمع. المشكلة حاليا مو هي عند الفقير اللي ما عم بيلاقي مكان ينزح عليه، المشكلة انه نحن اليوم حتى الغني القادر على استئجار منزل ما عم بيلاقي منزل يستأجره. يعني لما نحلق حضرتكم على ردة تقرير لعائلة قاعدة في بسرة، هذا المشهد صفى يعني امر طبيعي كثير للأسف. ناس تحت اشجار الزيتون، يعني قبل كنا نفكر هذا يا إلهي إنه في حد تحت شجرة الزيتون، هلا صف أمر كثير عادي. يعني تمشي على قارات الطريق، الدنيا شتى، نحن هلا درجة الحرارة بالليل بتوصل لاثنين ولا ثلاث درجات مئوية، مع هيك بتلاقي عائلة قاعدة على طرف الطريق يعني. وللأسف لا يوجد مأوى لهم. بدنا نشكرك. نعم انتهى وقتنا. بدنا نشكرك الناشط الإعلامي في إدلب فايز دغيم، شكرا لك. شكرا جزيلا لك. بعد صدور قرار الإقامة الرقمية الجديدة للاجئين السوريين في مصر والذي أقرته الحكومة المصرية في تشرين الأول الماضي، واجه عدد من السوريين في مصر صعوبات تتعلق بالاعتراف بهذه البطاقات في عدة دوائر حكومية. وبحسب شهادات بعض اللاجئين السوريين المقيمين في مصر لموقع اقتصاد الإخباري، فإن بعض الموظفين في الدوائر الرسمية يرفضون اعتماد بطاقة إقامة اللجوء الجديدة في إتمام بعض المعاملات، معتقدين أنه لم يصل بها تعميم من السلطات صاحبة الاختصاص لاعتماد هذا النموذج الجديد. وللحديث أكثر عن أوضاع السوريين في مصر وعن مشاكل بطاقة الإقامة الجديدة، معنا الباحث القانوني والمحامي فراس حاج يحيى. مساء الخير. مساء الخير. يسعد مساكم. أهلا بك أستاذ فراس. هل من المتعارف عليه أن يدفع اللاجئ رسوم بطاقة حماية أو لجوء؟ هلا بالدرجة الأولى، يعني البطاقة التي تمنحها مفوضية اللاجئين للاجئين بأي دولة من دول العالم هي بطاقة مجانية. نعم. وهي بطاقة تمثل هوية إلى حد ما، وبطاقة تعريفية لهذا اللاجئ. صحيح. لكن بكل دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، بطاقة الإقامة هي بطاقة منفصلة أو بطاقة يعني تصدر من السلطة أو من الدولة التي من وزارة الداخلية بالدولة التي يقيم بها هذا اللاجئ. عادة في مصر كانت هي الإقامة تدفع كرسوم، يعني هي عبارة عن رسوم، خلينا نسميها طوابع، يعني ثمن لطوابع العلاقة بمعاملة الإقامة، وتجدد كل 6 أشهر. وهذا المبلغ كان على مدار السنوات السابقة تقريبا حوالي 30 جنيه مصري، يعني لا يتعدى الدولار ونص تقريبا. نعم. بالنسبة للإقامة الجديدة اللي ذكرت حضرتك، شو بتفرق عن الإقامة القديمة وهل لها ميزات؟ تمام. هلا من حيث الشكل، هو الاختلاف تم بالشكل. يعني الإقامة القديمة كانت توضع على البطاقة التي تمنحها مفوضية اللاجئين، عبارة عن ختم كان يحدد تاريخ وصولها وتاريخ انتهاء، وكانت تجدد كل 6 أشهر. حاليا الإقامة الجديدة هي عبارة عن إقامة رقمية يتم فيها أخذ بصمة عين للاجئ، وإقامة منفصلة عن الكرت الأصفر. هي الإقامة بتحوي كافة المعلومات التي تتعلق باللاجئ، وبالتالي هي عبارة عن عملية تنظيم وحتى تطوير. طيب تنظيم الإقامة. بس هي صدرت، يعني عم تصدر وبنفس الوقت ما عم يتم العمل فيها في كل المؤسسات. يعني هل فعلا هو السبب هو عدم تعميم مثلا هذه البطاقة الجديدة على المؤسسات؟ هلا بحسب ما وصلنا، يعني حسب خلال متابعاتنا، انه هذا هو السبب، يعني انه الاقامه حاليا صار لها حوالي 3 أو 4 أشهر صادره، فالى الان لم يتم تعميمها او لم يتم وصول نموذجها للجهات الاداريه او لكافه الدوائر الحكوميه في مصر، بالتالي ما عم يتم الاعتراف فيها. هن يعني بالنسبه لانه اقامه اللجوء هي كانت على البطاقه الصفراء او بطاقه مفوضيه الامم المتحده، الان لما عم ياخذها اللاجئ هي بطاقة منفصلة أو كرت منفصل، فالموظف عم يرفض الاعتراف فيها وما هو حق طبعا، يعني من ناحية قانونية هو النموذج تبعها لم يصله بعد. وإن شاء الله يعني نأمل يعني
من خلال دور الإعلام طبعا بإيصال مشاهير ومعاناة اللاجئين ومعاناة أهلنا، أنه فعلا تم الاستجابة، التحرك من مفوضية اللاجئين في مصر والتحرك بمخاطبة الجهات أو الحكومة المصرية للعمل على وصولها تعميم بقبول هذه الإقامة وتنفيذها، يعني أنه فعلا عم تشكل عوائق كثير كبيرة بحياته اليومية للسوريين الموجودين في مصر. بدنا نشكرك الباحث القانوني والمحامي فراس حاج يحيى، شكرا لك. شابان سوريان من مدينة كفرنبل يبتكران طرفا صناعيا بمواصفات عالية يوازي الأطراف المستوردة من الخارج، المزيد في هذا التقرير. ثقة بالنفس وابتسامة عريضة قلما ظهرت على وجه علي منذ إصابته بالقذائف المدفعية منتصف عام 2012 والتي أدت إلى بتر رجله اليمنى. تعود اليوم تلك الابتسامة تاركة خلفها معاناة استمرت سنوات عديدة بعد أن استطاع مؤخرا الحصول على طرف محلي صنع يوازي في أدائه الأطراف الحديثة المستوردة من الخارج مع فارق في السعر. ركبت أطراف عادية، عانيت من مشاكل كتير فيهن. شفت مركز الحسن منزل إعلان عن تصنيع طرف من ميزات عالية، في دارة كهربائية إلكترونية تفرغ الهواء عن طريق البلوتوث أو الواي فاي. جيت على المركز، أنا الشخص الأول اللي بركب الطرف فيه، وبعد ما ركبت الطرف الحمد لله زادت ثقتي في نفسي كثير وقعدت أتحرك فيه بشكل نظامي. الطرف الهوائي المعدل عمل على تطويره شابان من مدينة كفرنبل مختصان بالأطراف الصناعية بعد بحث وتجارب طويلة استمرت مدة عام كامل، ويمتاز الطرف المعدل بخفة وزنه ومرونته إضافة إلى تفريغ الهواء من حاضنة الطرف بشكل إلكتروني عن طريق دارة إلكترونية قام الشابان بتصنيعها يدويا لتزيد متانة الطرف وتمنعه من السقوط ليضاهي في أدائه الطرف الهوائي المستورد والذي كان حكرا على من يمتلك المال بسبب ارتفاع ثمنه. مؤخرا توصلنا لتعديل الطرف العادي لطرف هوائي الكتروني، ابتكرنا دارة الكترونية تعمل على البلوتوث والواي فاي، تعمل هذه الدارة على تفريغ الهواء من السوكت من الحاضنة، وتوصلنا لتصنيع الرنج الحلزوني محليا مع الصمام. طبعا الطرف الهوائي الحالي يوازي الأطراف المستوردة، وكانت بواسطة الثمن تصل تكلفة الطرف من 3000 ل 5000. حاليا الطرف بكلف $1000 ويستطيع أي مريض الحصول عليه. السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حالات بتر الأطراف في سوريا بنسبة فاقت 80% مقارنة بما قبلها، لتصبح هذه النسبة من إصابات الساق وبتر الأذرع الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية حسب تصريح لرئيس رابطة الأطباء الدوليين. في مؤتمر صحفي عقد بأحد متاحف مدينة مراكش المغربية أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة باسم جائزة بوكر العربية اللائحة القصيرة للروايات المرشحة لنيل الجائزة في دورتها 13. وصلت إلى القائمة القصيرة للعام الجاري رواية الحي الروسي للروائي السوري خليل الرز، والتي تصف أحد أحياء دمشق في مواجهة عنف الحرب وتداعيات ذلك على بنية الفرد والمجتمع على المستوى النفسي والوعي الاجتماعي. مشاهدينا فاصل ومكملين.